الصراحة. وبوجه نداء آخر سريع جدا للسيد وزير الخارجية المصري أيوة. سامح شكري بالنيابة عن المصريين بأمريكا يس. النسبة العظمى إن ما كانش كلهم بيطالبوا بإبقاء السفير أحمد فاروق لمدة أخرى يخدم فيها الجاليات المصرية بأمريكا، وهذا مطلب غير شخصي، ده مطلب من المصريين بالكامل وأيضا من مدعم من العرب، فده طلبنا وأتمنى إن احنا طلبنا يلبى.